الموجز الاقتصادي من قناة رافدين، أهلا بكم. ارتفعت إجمالي صادرات النفط العراقي بما في ذلك الكميات من شمال البلاد بنسبة 0.5% في كانون الأول من عام 2021 لتصل إلى 3,677,000 برميل في اليوم، وبلغت صادرات العراق النفطية 3,277,000 برميل في اليوم في كانون الأول، بينما زادت صادرات شمال العراق إلى 400,000 برميل يومياً، وارتفعت حصة العراق من أوبيك بلس إلى أكثر من 4.25 مليون برميل نفط في اليوم في شهر كانون الأول، حيث واصل التحالف المكون من 23 عضواً إضافة 400,000 برميل في اليوم شهرياً كما هو مخطط بموجب اتفاقية تموز. أعلنت الهيئة العامة للجمارك عن ارتفاع إيراداتها المتحققة لعام 2021 بنسبة 15% عن العام 2020، وقالت الهيئة في بيان إن إيراداتها بلغت للعام 2021 أكثر من 1 تريليون دينار عراقي، وأكدت أنها ماضية بمضاعفة الجهود لرفع الإيرادات إلى أضعاف المبالغ المتحققة من خلال الخطة المعدة لرفض خزينة الدولة بالموارد المالية. يذكر أن الفترة الماضية شهدت العديد من الشكاوى والاتهامات بسبب غياب الواردات الجمركية بسبب تفشي الفساد وسيطرة الميليشيات على المنافذ الحدودية. أعلنت وزارة البيئة الحالية دخول البلاد عملياً في استخدام الطاقة الشمسية، مشيرة إلى تحديد الضوابط الخاصة بالتقنيات في استخدام هذه المنظومات. وقالت الوزارة في بيان إن اللجنة المكلفة بوضع ضوابط تمويل منظومات توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة للمواطنين والأنشطة الصناعية والاقتصادية والتجارية والزراعية الممولة من البنك المركزي العراقي أقرت الضوابط المالية والفنية مطلع العام الحالي. ونقل البيان عن مدير دائرة التوعية والإعلام البيئي أمير علي الحسون القول إنه تم تحديد الضوابط الخاصة بالتقنيات في استخدام منظومات الطاقة الشمسية، والتي ستتيح للمواطنين والمؤسسات المختلفة شراءها. حمل وزير الخزانة والمالية التركي نور الدين نباتي جهات أجنبية مسؤولية الهجمات المالية الأخيرة التي استهدفت بلاده، مؤكدا مواصلة حكومة العدالة والتنمية التصدي لتلك التدخلات. وفي رد على تراجع قيمة العملة المحلية رغم التدابير الأخيرة، قال الوزير إن الهجمات ساهمت في زيادة قيمة الدولار، مؤكداً أن هذه الحملة حملة معادية وليست دائمة ولن تستمر. وأكد الوزير التركي أن التدابير الأخيرة التي أعلن عنها الرئيس التركي أدت إلى تعافي الليرة بشكل سريع وفي يوم واحد، مشيراً إلى أن الإيداعات الفردية في البنوك وصلت إلى 91 مليار ليرة، ما يعكس مدى ثقة المواطن التركي في السياسة المالية لحكومته، متعهداً بإجراءات جديدة مقبلة للمساهمة في معالجة التضخم. هذه انتقالة سريعة لمعرفة أسعار صرف العملات الأجنبية والمعادن. ختام الموجز، إلى اللقاء.